تفضل. مرحبا استاذ وائل. اهلا سهير، خير؟ جهز حالك، اخبار غير ساره؟ خير. حدا صار له شيء؟ لا هلا لا، بس قريبا اكيد رح يصير شيء. اتصلوا من تحت من الاستعلامات وقالوا جاي لجنه تفتيش من فوق، وهلا هن طالعين على الدرج. يا حري حريشك، افتكرنا رح يصير زلزال. زلزال؟ لكن ما زلزال، جايين تفتيش خصوصي على المجمع. اي مجمع؟ المجمع اللي صار لنا 25 سنة عم ندبك حوالين حجر الأساس تبعه، ولهلا ما عرفنا نبني حجر تاني. ولا يهمك، ما في مشكلة. شلون ولا يهمني يا أستاذ وائل؟ الله وكيلك منصير كلنا جوا إذا المفتش طلع لبرا. ولك يا أخي ما بعرف ليش بتخافوا بس تسمعوا بالمفتشين. المفتش منه بعبع، هو بني آدم مثلك مثله. لك شلون ما بدي خاف؟ بركي كان كامشة من ديلا وبده كل شي على القانون. ما تخاف يا سهيل، كيف نحن إذا إجينا مهمة فيها رزقة قدام ننبسط؟ المفتش نفس الشيء، المفتش بيظهر يفتش على رزقته. عمرك سمعت مفتش وصل للشغل اللي طلع يفتش عليها؟ لا ها؟ بالعكس، لازم بس يجيك مفتش تنبسط. أولا بتتعرف على صديق جديد، وثانيا بتفرفش شوي. يعني ما في خوف أبدا إطلاقا لما يجيك مفتش مثل كأنه جايك العيد. الحق منك يا الله شرك. يا اهلا يا اهلا وسهلا يا حبيب قلبي. وينك يا رجل؟ وينك؟ مستنيينك حبيبي. عم تستنوني؟ طبعا يا حبيب قلبي، بس ما يكون في مفتشين، بتحس في ركود، بتحس انه ما في شغل ابدا. طيب هي جينا انبسط. طبعا انبسطت. تفضل تفضل نشرب القهوه يا حبيب قلبي. انت تفضل. لا لا لا، ما بدي اشرب شيء، خلينا نباشر بالشغل فورا. يا اخي العمر بيخلص والشغل ما بيخلص، الشغل ما راح يهرب. انت هلا بتشرب قهوتك وبتجي السجلات لعندك. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. جيبوا لسياده المفتش السجلات ليعرف انه الشغل عنا على الساعه. يا اخي ما بدي اشوف السجلات، انا بعرف انه السجلات كلها مزبوطة. ممتاز، لكن فينا نشرب قهوتنا وشاي ومتي اذا بدك. يا اخي ما بدي اشرب شيء، خلينا نروح اول على المجمع بعدين بنرجع بنشرب السم. هكا مين بصير حبيب قلبي؟ تفضل امشي تفضل. ولو مشي ان شاء الله بدك تاخذه على المجمع. طبعا، وانت مشي معي لعلمك فن الاداره. مشي لك. اهلا يا هلا حبيبي. يا اهلا، هيدا الطريق بيودي على لاس فيغاس. لوين؟ لاس فيغاس الكازينو. ما تقلي بعد ما ريح له ولا مره. لا والله. يا شغله بتاخذ العقل، بتنسى حالك بس تروح. هلا بنبرق بناخذ قهوه وبعدين بنكفي على المجمع. لا لا دخيلك، ما بدي لا قهوه ولا غيره، خلينا نروح على المجمع فورا. لاس فيغاس على طريقنا، بناخذ قهوتنا وبعدين بنكفي على المجمع. شلون على طريقنا؟ اللي بعرفه انه المجمع داخل البلد. ما هلا براته وجواته كله بوصل. طب ليش حتى مبعد الطريق على حالنا؟ لا الله يسامحك، ما براتها اسهل لانه ما في اشارات. طب اعمل معروف استعجل شوي. خد شمالك ودعاس بنزين واسحاب لقلك. ليش على الشمال يا استاذ وائل؟ بدنا نفرجي الاستاذ الاطلاله. شو بك؟ لك شو اطلاله؟ لا بدي اشوف اطلاله ولا شيء، بدي اشوف المجمع ذاته. يا صديقي ليه معصب؟ انا بدي اخدمك، بدي يعني تضرب عصفورين بحجر واحد كي ترى الاطلاله والمجمع معا. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا اهلا وسهلا. جيب هالنادور والحقنا يا سهيل. كل المفتشين اللي اجوا قبلك عجبتهم كتير الاطلاله. فعلا الاطلاله حلوه. ما قلت لك. تفضل استاذ. تفضل استاذنا وشوف عن قريب. ما في شيء. وين مجمع؟
من اول مره ما بتشوفك. شو باكلك يا سهيل؟ ناقصنا سيبي لنقدر نركز الندور عليها مشان المفتش يشوف. قرب لك قرب. حطوا هلا 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 اطلع هلا. بين معك. بين سهم مكتوب عليه المجمع. هلا هلا اطلع. مالي شايف غير حجر الأساس. ما هيدا حجر أساس المجمع. ايه والمجمع وينه؟ فتح عين غمد عين ما بتلاقي إلا طلع. أيوة. ها شايفه ما طلع؟ جاهز المجمع جاهز يعني. وين بدي روح؟ وين جاهز؟ ما أنت كاتب إنه المجمع مشاد بالتقارير من 25 سنة. ايه ما شغلي بدها شرح طويل. لك حط لي هالنظور على عينك. لقلك حطه حطه ركزوا منيح. ايه وروح فيه لهونيك لهونيك. هلا بنشرح لك. بين معك. بين. هو مكتوب عليه ألف ليلة وليلة بس هو ما هيك. شلون لك ها؟ هو مليون ليلة وليلة بس تفوت لجوا ما بتعود تهدي على الأرض، بتحلق صدقني. وشو علاقة ألف ليلة وليلة بالمجمع؟ هو بس تفوت لجوا منعزمك على العشاء وبنقعد على رواق وبشرح لك شرح دقيق ومفصل عن المجمع، وإذا ما طلعت راضيين بتكمش سرميتك وبتضربني فيها، وهذا سهيل شاهد على كلامي. أكيد بتطلع رضيان. لا إذا هيك معناها صار في كلام تاني. بس الحقيقة أنا جوعان ما فيني أنتظر للعشاء. شو رأيك أنا أعزمك على الغداء؟ لوين؟ حط لي هالناظور على عينك لقلك. ها بين معك فيه. بين هنيك. مو بس غدا، غدا وفطور وعشاء، يعني إقامة كاملة على حسابي، وبتقعد بتحكي لي على أقل من مهلك، وإذا بتطلع من هنيك رضيان بتشلح صرمايتك وبتضربني فيها، وهي سهيل شاهد على كلامي.